مساجد أثرية. يعتبر مسجد الحسين أكثر المساجد التي يؤمها المصريون في شهر رمضان، ويحرصون على أداء الصلاة وإقامة الشعائر الدينية السنية التي شرعها الله وأوصى بها نبينا الكريم، وتعلو مكبرات الصوت بالشعائر المميزة وقرآن التراويح والأدعية التي يتوسلون بها إلى خالق الكون بتيسير الأحوال. تم إنشاء مشهد الإمام الحسين في خلافة الخليفة الفاطمي الفائز بنصر الله عام 1154 ميلادي، وأشرف على البناء الوزير الصالح طلائع ليدفن فيه رأس الإمام الحسين ابن علي ابن أبي طالب بعد نقله من عسقلان بفلسطين إلى القاهرة. سمي حي الحسين بهذا الاسم نسبة إلى المسجد، ليمتاز الحي بطابع فريد في قاهرة المعز يلجأ إليه جميع محبي المعمار والتراث الإسلامي الفريد لالتقاط الصور التذكارية، ويشترون ملذ وطاب من هدايا تذكارية وطوابع معمارية وتراثية. يشتمل مسجد الحسين على 9 أبواب، 3 أبواب رئيسية: باب الفرج والباب الأخضر والباب البحري. الأول خاص بالرجال وهو الباب الرسمي والشرفي، والثاني خاص بدخول النساء، والثالث الذي يطل على الجهة البحرية للمسجد، والـ6 أبواب المتبقية جانبية. يوجد في المسجد حجرة بها الأثار النبوية الشريفة التي يتخذها زائر الرحاب الطاهرة أثراً من آثار سيد الخلق، ومن بينها قطعة من قميص النبي صلى الله عليه وسلم بها عرقه، و4 شعيرات من لحيته الشريفة، تصديقاً لقوله إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، والسيف الذي يسمى العضد الذي أهدي للرسول من سيدنا سعد بن عبادة، والمكحل المزود اللذان خصصا لاكتحال النبي الذي كان يكتحل بكحل يسمى الإسمد. وتشير المراجع التاريخية إلى أن وجود رأس الإمام الحسين في المسجد بعد أن تم جلبها من عسقلان في فلسطين إلى القاهرة في موكب مهيب من العلماء والأشراف وسائر طوائف المسلمين المختلفة، واستقر في المسجد بعد أن تم إعداد المسجد خصيصاً له.